في إدلب شمالا. معنا من هناك محمد الإبراهيم باسمي شبكة شام الإخبارية. سيد محمد، نعم أستاذ، أسمعك جيدا. سيد محمد، نعم أستاذي، أسمعك جيدا. نعم، لو ترفع الصوت قليلا لنسمعك، ونبدأ من مجزرة معرة النعمان. ما هي الحصيلة الأخيرة؟ نعم، يعني كل يوم يواجه ريف إدلب مزيدا من المجازر التي يرتكبها النظام المجرم. يعني اليوم مجزرة جديدة ارتكبها النظام في مدينة أريحة، راح ضحيتها 9 شهداء، 4 منهم أطفال، وأكثر من 20 جريحا نتيجة القصف المدفعي الذي تعرضت له هذه المدينة. أيضا مدينة معرة النعمان، حينما كان هناك القصف العشوائي الذي طال الشوارع العامة، استشهدت أيضا طفلتين صغيرتين، يعني ليس لهما ذنب، هو الوحيد أنهما كانا تمشيان في الطريق. فيما دارت الاشتباكات العنيفة بين قوات الأسد المجرمة وقوات الجيش الحر في محيط بلدة حيش في ريف إدلب، وتم تأمين انشقاق عسكريا من معسكر الجزار في جبل الزاوية الواقع بين بلدتي الرامي وأوريم الجوز، وقد تم إيصالهم إلى أهلهم سالمين غانمين. قام الجيش الحر منها بشن هجوم قاس على حاجز شركة الكهرباء والقياسات المتمركزة على طريق أريحة اللاذقية، حيث تم استهداف حاجز شركة الكهرباء بعشرات القذائف والمدافع 57 والشيلكا وقذائف أيضا الأر بي جي والرشاشات المتوسطة والخفيفة، مما أدى أيضا إلى اندلاع النيران داخل حاجز شركة الكهرباء ومقتل عدد كبير من قوات الأسد المجرمة، وتم تدمير جزء من الحاجز، ولا يزال وبالتالي بالسيطرة عليه على طريق أريحة اللاذقية، حيث جرت اليوم اشتباكات خفيفة على الطريق الدولية، وقام من خلالها أبطال الجيش الحر باستهداف حاجز مدرسة السواقة برشاشات البيكا، مما أوقع حالة من الذعر والهلع في صفوف جنود الأسد المجرمين، كما تم استهداف حاجز شارع الكهرباء برشاشات الثقيلة. معرض النعمان أيضا سقوط العديد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال جراء القصف براجمات الصواريخ، واستهداف أيضا طريق بيانين بالقرب من صالة مسايا من قبل القوات الأسدية المتواجدة في تجمع الحمدية، بين إصابات خطيرة أيضا فيما فرض الثوار حصارا خانقا على هذه الحواجز، وذلك من خلال استهداف أي تحرك لجنود الأسد المتمركزة في هذه الحواجز بالقناصات بهدف السيطرة عليها. تعرضت بلدتي كفر بطيخ وكدورة لقصف ب4 صواريخ بعيدة المدى من نوع فاتح الإيرانية، مما ساعد الصباح من ساعات الصباح حتى الآن، والتي أدت لانفجارات قوية هزت المنطقة ووصل صداها للمناطق المجاورة من قرى جبل الزاوية وسراقب، وتناثرت شظاياها فوق قريتي كفر بطيخ وكدورة، وتشهد هذه المنطقة حالة نزوح كبيرة للأهالي وحالة الرعب والهلع والخوف التي أصابت الأهالي مع تكرار القصف الصاروخي على هذه المنطقة. نعم، وصلت الفكرة. شكرا لك، كنت معنا من إدلب، محمد الإبراهيم الناطق باسم شبكة شام من هناك.